بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف المحاضرة: هنقوم بإنشاء كلمة مرور بيتم استخدامها قبل الدخول لصيغة المستخدم، بنسميها console line password. هننشئ كلمة مرور برضو هنستخدمها قبل ما نعدي على الـ privilege exit mode. طبعا عندنا الباكت تريسر، نضيف سويتش سيسكو سويتش، في عندي هان سويتش في 24 بورت ممكن استخدمه، بنضيف جهازين حاسوب طبعا اللينك بينهم هيكون ستريت ثرو. انا هستخدم فاست ايثرنت 0 بايتين، طبعا ممكن استخدم اي واحد. اي بورت ممكن استخدمه، ما فيش اشكاليه. اخذنا 10 بدنا ناخذ 11. بدي اضيف جهاز ثاني عشان اصل الاوبريتنج سيستم الخاص بسيسكو راوتر عشان الحاكي الواقع، وليكن جهاز لابتوب. طبعا انا عشان اصل للاوبريتنج سيستم الخاص بسيسكو راوتر هحتاج كونسول كيبل، هاربطه في الار اس 232 اللي هو الكوم بورت مع الكونسول بورت الخاص بالسويتش، وهذا بهدف عشان ابرمج السويتش. بنعدي هنا في الديسكتوب، في عندي بديل للهايبر تيرمينال اللي كنا نستخدمه مع السويتش الحقيقي. في عندي تيرمينال، هاي نفس البيتس بير سكندز 9600، داتا بيتس 8. اوكي، فهكذا انا بصل للأوبريتنج سيستم الخاص بالسويتش. إنيبل. طبعا في شغلة أنا عشان أتأكد من البورتس الموجودة في السويتش، بكتب الأمر show IP int brief. طيب ظهر لي أول 10. طبعا انا استخدمت فاست ايثرنت 0 باي 10 وقال لي اب 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 لانه احنا استخدمناه ووصلناه بالكمبيوتر. البورتات الثانيه داون لانه لم تستخدم. مور عشان اشوف، لانه عندي 24 بورت، بضغط على المسطره فبيظهر لي صفحه ثانيه بكمل باقي البورتات. في عندي برضه 11 اللي احنا استخدمناه، هيو اب اب وصلناه بالكمبيوتر الثاني. باقي البورتات كلها داون لانه احنا ما استخدمناهاش. ارجع للشبكه وعنون الجهاز هذا، بدنا نعطيه عنوان اي بي 192.168.1 وليكن 10، الماسك 24. الجهاز الثاني هنعطيه 192.168.1.11، الماسك 24. وبنعنون زي ما تعودنا الجهاز، عنوان 192.168.1.10. طبعا الماسك 24 255255250. نعمل الجهاز الثاني
واحد تسعة اثنين واحد ستة ثمانية واحد احداش. لو حبيت تفحص الاتصال بين الكمبيوترين بينج واحد تسعة اثنين واحد ستة ثمانية واحد عشرة، بيحكي لي انه في اتصال بينهم. طبعا هذا الجهاز عنوانه اي بي كونفيج، هذا الجهاز عنوانه 11، وعملنا بينج او فحصنا الاتصال مع جهاز 10. تمام، الان بدي اصل للاوبريتنج سيستم. زي ما احنا شايفين انا اكزيت، اول ما بعد بضغط انتر بيعديني على اليوزر مود. قبل ما اضغط او قبل ما اعدي على اليوزر مود بدي انشئ باسورد، ولما اروح للبريفليج مود بدي برضو يطلب مني باسورد. كيف بدي اعمل الامر هذا؟ بروح للكونفيج مود. بالاول خلينا نغير اسم السويتش. في عندي امر، هذه شغلة إضافية، هوست نيم، ملاش علاقة بإعدادات الباسورد، بس خلينا نغير اسم السويتش. هوست نيم وليكن SW1، كده احنا غيرنا السويتش ل SW1. الآن نعمل إعدادات عشان أفعل الكونسول باسورد. لاين كون زيرو او لاين كونسول زيرو، لانه احنا عندنا بس كونسول واحد، فعدالي على المود مود اللاين. بعدين بكتب لاين، بكتب باسورد وبعطي اي اسم للباسورد، ممكن نسميه كلاس او اي اسم، اسم الباسورد اللي انا او الباسورد اللي انا حدخله قبل ما اروح على اليوزر مود. انتر. بعدين لازم يطلبوا مني، فلازم اضيف لوجن ك الامر هذا عشان اقدر ادخل من خلال لوجن شاشة لوجن. هكذا احنا انشأنا الباسورد كونسول. لو حبينا نتفحص انت اكزيت، لو اعمل انتر بطلب هاي طلب مني الباسورد اللي احنا كتبناه، كلاس هاي كتبت كلاس او اسم الباسورد، فدخلني على اليوزر مود. الان بدي انشئ اللي هو البريفليج يوزر مود باسورد، يعني لما اروح انيبل حيطلب مني باسورد. حرجع مره ثانيه للكونفيج تي، وهان في الكونفيج تي بدي اعمل انيبل سيكريت عشان افعل الباسورد على البريفليج مود. انيبل سيكريت وبعطي باسورد، اسم الباسورد اي اسم، ممكن يكون سيسكو انتر. بس انت شوي علق. تمام، اكزيت. انا لان عملت اند مرتين كان المفروض استخدم اكزيت. هاي بطلب مني في الاول لليوزر مود كلاس، دخلنا
لا لما بعمل انيبل بدي اروح للبريفليج مود برضه بطلب مني كلمة مرور اللي هي سميناها سيسكو كده عدينا وبهيك بنكون انهينا. في الاول انشأنا كلمة مرور تسمح لي ادخل قبل ما ادخل صيغة المستخدم اللي هي الكونسول لاين باسورد، بعدين انشأنا كلمة مرور قبل الدخول لصيغة الامتيازات اللي هي خاصة بالبريفليج اكزيك مود.